تقول الأخت أم عبد الله: بالنسبة للجمع بين المغرب والعشاء للمرأة المسافرة سفرا طويلا ما يقارب من 400 كيلو، فصلت بين الوقتين، هل هذا جائز؟ نعم، لها أن تجمع من دخول وقت الأولى إلى نهاية وقت الثانية، أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وأن تجمع في أول الوقت أو في آخره أو في وسط، ما في معنى، لأن وقت الصلاتين صار وقتا واحدا في حالة الجمع. نعم.